دليفري في مصر، ده الكارت في التليفون، وفي كل شبر في مصر ليا صديق وزبون. الاسم ضحى ومهنتي التوصيل، ومن شروق الشمس لحد اخر الليل، زايد وجيزه وهرم ومهندسين دقي، تحرير ووسط البلد وكوبري قصر النيل. مصر الجديده تجمع دائري معادي، غمره وزحمتها تاخدك على شبرا، بلف في كل مكان في القاهره الكبرى. طلعتي سائقه ماهره يا ضحى؟ ايوه طبعا، امال ايه؟ دي سر المهنه طبعا. مين اللي علمك تسوقي شاطره كده؟ انا كنت مجبره ولازم اتعلم عليه، لسه مفيش غيره. اعمل ايه طيب؟ لازم عشان شغلي. شغلك اللي ما كانش موعانا اصلا، يعني انت اتعلمتي السواقه، ما كانش فيه موتوسيكل ولا كان فيه شغل، وبتقولي لي كان لازم. لا كان فيه شغل، كنت بشتغل دليفري من قبل ما اجيب السكوتر اصلا. انا جبت السكوتر عشان اكمل بيه شغلانه الدليفري. كنت بدليفري ازاي؟ عن طريق المواصلات العامه. ما انا اشتريت السكوتر لان انا تعبت من المواصلات، وكنت بمشي مسافات كبيره. يعني انت الدليفري دي هي الفكره بتاعتك الاساسيه؟ صح مظبوط. طب مش عايزه تجيبي عربيه؟ كنت هجيب قبل السكوتر، كنت هجيب العربيه، وطبعا الفلوس معايا مستحيل كانت تكمل لثمن العربيه. فلما لقيت ان الفلوس معايا مكمله لثمن السكوتر فاشتريته. بس السكوتر اسرع. في اماكن ما ينفعش السكوتر ان هو يروح فيها، ما ينفعش اطلع بيه طريق السويس الدائري. السكوتر برضو معمول لاماكن معينه. وانت عايزه طبعا تروحي طريق السويس والدائري. طبعا. امال ايه ده؟ طب انت كنت بتشتغلي ايه قبل موضوع الدليفري ده؟ كنت بشتغل الاول سكرتاريه عند دكتور جراحات عامه، وكنت بشتغل كول سنتر وسيلز وتيلي سيلز، واشتغلت برضو في محلات ملابس. انت تعليمك ايه يا ضحى؟ انا معايا معهد حاسبات وسكرتاريه. جميل. ما لقيتيش نفسك ليه في السيلز؟ لا انا كنت شاطره جدا جدا، وكنت حباها لان انا كنت من النوع المتكلمه. وطبعا نزلت الاول في محلات في وسط البلد، يعني كنت بشتغل في وسط البلد. عشان كده بتحبي وسط البلد؟ جدا جدا. حتى كنت معروفه في وسط البلد باسمي باربي، عشان انا كنت عامله زي العروسه، وما زلت برضه عامله زي العروسه اللعبه كده. ايه اختي الحلاوه دي؟ انا باربي، انا باربي. بجد هما كانوا مسميني باربي يعني. فبعد كده بدات اشتغل بقى في براندات، نزلت سيلز في مول وكده. بعد كده بدات اشتغل كول سنتر. طب ايه اللي حولك من السيلز؟ السيلز مربح وبتاخدي نسبه من المبيعات مش في كله برضو. هو يعني انا يعني هو هي جت معايا كده يعني خلاص. انا السيلز بقى كده قلت لا اشتغل كول سنتر بس. فعملتي كول سنتر، وبعد كده هوت السيلز وتيلي سيلز، وشويه شويه لقيت نفسي بقى سكرتاريه. استقرت في السكرتاريه عند الدكتور الجراحات العامه، وبعد كده سافر. فطبعا حبيت ان انا خلاص بقى يعني الدكتور سافر، فانا لازم اشوف حد تاني. فعملت كذا انترفيو في كذا مكان يعني، ولسه ما حدش كلمني. فجت لي الشغلانه دي بالصدفه، يعني ما كنتش ناويه ان انا اشتغل دليفري، ده هي جت لي بالصدفه. كانت واحده زميلتي بتشتغلها وكده، وانا خدتها بدلها بقى يعني. توصل حاجات على سبيل الامان. ايوه. ما جاتلكيش الفكره انك تشتغلي في شركه دليفري؟ اشتغلت اليوم واحد بس في شركه شحن، والموضوع فشل يعني. حتى ما خدتش مرتبي اليوم اللي انا اشتغلت فيه. كانوا عليكي فلوس؟ كانوا عليا الفلوس دي حقيقه يعني بصراحه. والله العظيم. فانا اتعقدت، قلت لا خلاص الواحد يبقى حر نفسه. حر نفسه احسن ما حد يتحكم فيه. وكمان ده كان 100 جنيه يعني، الفلوس اللي انا كنت عاوزاهم منها في اليوم ده 100 جنيه. فقلت لا انا اجيب لنفسي ال 100 جنيه، ابقى انا متحكمه في فلوسي احسن ما حد يتحكم فيا. بس انت بتحبي الحريه ده؟ جدا جدا جدا. وبكره الروتين قوي، انا من نوع ما بحبش الروتين، بحب اللي انا اعمل لنفسي كل حاجه وانا ابقى متحكمه في حاجتي وشغلانتي. انت حاسه ان المجتمع متقبل بنت زيك عايزه تطلع بره الصندوق وتشتغل في حاجه مختلفه وتدوحر في الدنيا والدنيا تدوحر معاها؟ حاسه ان القاهره ماشي فيها الموضوع ده؟ جدا بجد. حاسه بنبض الشارع انه في تطور يعني. ايوه، وهم كمان بيساعدوا على كده يعني، هم بيساعدوا ان انت تطوري من نفسك وتحققي احلامك غير زمان يعني. دلوقتي الدنيا اتطورت خلاص. بتحبي مزيكة ايه وانت سايقه السكوتر ده؟ بتسمعي اي مزيكة كده؟ بتحبي ايه؟ والله انا بحب الراب. تحبي الراب؟ اي حاجه فيها ايه دوشة كده. انا حسيت في السواقة كده الواحد يحس ان هو ايوه ده الراب المصري. مين الرابرز اللي بتحبيهم؟ في اغنية بتاعت ويجز اللي هي ويجز. انا كنت متأكدة على فكرة ان انت هتقولي ويجز. كيف هنا؟ طباعها حداثة. ايوه. اني واحدة اللي بتحبيها اكتر واحدة؟ كيف كده دي جميلة. كيف كده؟ والله حسيت بجد ما انا ماشية عمالة كيف كده؟ كيف هنا وانا سايقة بقى يعني. طب انا عايزاكي تغني الاغنية مع نفسك.
تمام. وانا اسمعك، قولي لي كيفي كده كيفي هنا، ولا قولوا هنمشي كيفي كده كده كيفي هنا، ازمل موقعي ده ما فيش جنبي. صوتك جميل وحافظه كل حاجه حبيبتي. طب اسمعي، ما تيجي بقى بدل وقفه الشمس دي اعزمك على شاي بلبن، انت اشربي اللي انت عايزاه يعني. تمام. فقهوه من قهوي وسط البلد بقى اللي انت بتحبي تعكرتي جدا، وانا احب عكرت كده. يلا بينا. هتركبيني؟ يلا بينا. يلا. Thank you.